يدرك ما تشوف معكم ار على فيديو جديد. هذا الفيديو باش تعرفوا شنو فيه الدراري، ملي غنوري لكم دابا واحد الفيديو غيطلع لكم غيبان لكم كل شيء. وهاد خونا هذا اللي دوا في داك الفيديو، زعما الرسم اللي دوا في داك الفيديو، واللي جاوب على شي بلانات كنت غندوي فيهم شحال هادي، زعما واش فهمتوا بلان كنت غندوي فيهم شحال هادي الدراري. ولكن هاد خونا هذا الحمد لله جاوب على داكشي بالتطبيق، داكشي اللي كان فريمون خصني نخرج لبنادم راه هو جاوب. ومن بعد غندوزو للفيديو وغندوزو للجزء اخر. ليتس جو. مراتي مسكينه مشات تخدم، ما يمكنش تجي عاوتاني تخدم في الدار. لا ما يمكنش مرتك تخدم في الزنقه وتخدم في الدار، ولكن انت علاش ما مشيتيش تخدم؟ وكون مشيت انا شكون اللي غيقول لك راه مشاو؟ طفت مراتي تخدم وبقيت نقابل ولادي، واش عايب؟ ولكن شنو بقيتي كدير في الدار؟ شنو السبب اللي مخليك جالس في الدار مثلا؟ شنو كدير انت في الدار؟ غندير وقتك ليكوش، انت غندوش لكم نبدل لك حويجاتك. على ما تجي ماماك من الخدمه تدور معانا ونخرجكم. وكيتسنى مرتو تجي من الخدمه تدور معاه باش يخرج بناتو. بلا ما تخرجهم غير خليهم في الدار، ولا خلي حتى تجي ماماهم وتخرجهم هي نيت. راه هي اللي كتبان لي انها راجل وانت امراه. اش اش سباتا مراتي خدامه عليا وانا جالس مقابل الوليدات ديالي. ومرتك شاهد عليك انك ما كتعرفش تصاوب ليكوش، انت كتسنى مرتك غير تجي من الخدمه باش تدور معاه. حيت هو ما كيعرفش هذا الشيء ديال يبدلها ليك الساعه ساعه، ما كيعرفش هذا الشيء. يعني ها هي مرتك قمعاتك وقالت لك انت ما كتعرفش هذا الشيء، يعني بلاصتك ماشي هي الدار، انت بلاصتك هي الخدمه. وترجل شويه وسير تخدم. عيش راجل تموت راجل، نبين لك اللي كان اخويا ما عمر تبين الضعف ديالك شي واحد. لا انت ما بينتيش الضعف ديالك، انت بينتي ماشي هذا الضعف، انت بينتي الضعف وطيحتي الدل على الرجال وعلى الراجل المغربي. الدراري خصهم راه اللي تقابلهم ماشي رجال. سير ديرها كروسه وجمع بوعر، دير تبوعيره، جمع الخبز كيرم وبيعه وما ديرش هذا الشو اللي درتي. طالع انا مرتي خدامه عليا وكنت نستنى تجي تدور معانا، مالكم اصاحبي على الدل هذا كامل. يا ويلي. دابا غنسولوا المرا ديالو واش مرتاحه معاه في هذا الشيء ولا ما عاجبهاش الحال. والحمد لله انا مرتاحه معاه. انا مرتاحه معاه وباخر انا وياه. ايوا الحمد لله منتي مرتاحه معاه، وعندك هتجي شي مره تقولي لينا انه طلع لك الدم وباغا تريحي ولا شي لعبه. صافي انا نسالي ما تخدم. ايوا جلسي في دارك، جلسي في دارك، الله يرحم الوالدين. ما بقاش الحمد لله ومرتاحه معاه، وليتي بغات تجلسي في دارك. راه هي كدير لك خاطرك اخويا، انا ندوي معاك دابا، هي راه كدير لك خاطرك وكتقول لك انا مرتاحه معاه. ها حيت ما راضياش قدام الناس وما راضياش قدام عائلتها انها تزوجت، انها كتشوف راسها انها غلطت خاصها تحمل الغلط ديالها. هذا ما كاين، راه عاد كذب عليك انت ولا تنافقك. انا غنهضر معاك بصوره ديالها هي. هي انا ما راضياش على هذا الشيء وما عجبهاش هذا الشيء انها هي تمشي تخدم وانت جالس في الدار مقابل الدراري. حشومه وعيب، شوهتيها مع عائلتها، طيحتي لها بقيمتها قدام صحاباتها اللي كانوا كيقراوا معاها. راه هكا كتشوفك هي. هي بغاتك زعما تكون راجل حاميه وتكون في دارها. عطيوني شي حل مع هذا الانسان اخوتي، قال لك سدي البنت لدار الحضانه وباها مقابلها. يلا واش هذا حل له هذا حل؟ ورا الحل راه قلناه لك، الحل هو انك ترجل وسير خدم وخليها هي تجلس. ما كاينش باها حاضر، ما كايناش هادشي، انت ما مهرس، ما معطو، ما موعق، ما حتى شي حاجه، علاش جالس في الدار مثلا وباك مقابل الدراري ومخليها هي تشوف؟ علاش انت باش تفيق تكمل النجوان وتنوض تخرج للزنقه تبدا دير بحال هاد الفيديوهات؟ بارطاجيو. كما كتشوفوا معنا الدراري شفتوا الفيديو راه بان لكم كل شيء بعدك الحمد لله. اخر جاوب على داكشي اللي خصو يتجاوب كامل، يعني راكم عارفين البلان الدراري من ا زيرو. هاد الفيديو هذا اللي شفتو اصلا ديجا كنت طلعته لكم وبقيت ساكت وما بغيتش ندوي بزاف، دويت شويه شفت. ولكن دخلنا هذا جاوب الحمد لله صافي، ما حد بان هذا البلان هذا. ما غزيتش نطول في هذا في التحريات ديالي انا والهضره بزاف ونسبيكي بقى نقول لك الهضره بزاف. ما علينا الدراري، باش لو نتعطى عليكم اللي ما عرفش هذا الكونسيبت هذا ولا اللي دخل الدراري اللي دخلوا عندي من فيديوز ديال الرياكشن. هاد الشينا هادي راه كنديروا الدراري فيها كلشي كلشي بلا ما نقول لكم، فهمت؟ يعني الريلز ديال انستغرام بلانات بلا ما تدخل. نعم سيدي بقا تحمق راسك في الريلز، اجي لهنا نعم سيدي يبان لك كلشي، يبان لك البلان كامل، اي واقع واقع يبان لك، فهمتوا؟ راه الدراري فهمتي هاد الشيء باش كنطلعوها كاملين بينا، كنضحكوا كاملين بينا، الرياكشن على شي تراك كنديروه فهمتوا بلان بحال واحد فاميليا مجموعين، كنحس براسي مجموع فهمتي، كنضحكوا كاملين مجموعين، كنكريتيكيو كاملين مجموعين. راه اهم حاجه راه كندويو بعقلانيه، ماشي مثلا كنهضر على شي حاجه اللي كتكون ماشي هي هذيك ولا خارقه للعاده ولا شي. اي بلان كندوي راه بعقلانيه، راه كلشي الخبر في راسكم الدراري. هاد النهار هذا الاغلبيه وقيله غيكونوا ثلاثه الفيديوهات هاد النهار هذا، لحقاش الثاني باقي غندير رياكشن
لابوز فلو التراكات ديال الهلوسه كاملين ربعه بيهم فلاش باك. من بعد غنمشي لواحد واحد البلان اخر اللي غيصدمكم نتوما الدراري. ابار كان جبروني بعد ساعات كنتعطل عليكم داك النهار يومين، راه خدام في الكونسيبت ديال رمضان، خدام في الكونسيبت ديال رمضان الدراري، كنعطي اللي في جهدي فريمون باش رمضان ان شاء الله على الاقل واحد اربعه د الفيديو ثلاثه ولا خمسه د الفيديو في النهار الدراري غنحط لكم، وكل فيديو متنوع ماشي غيكونوا فيديو متشابهين، وديك السلسله غنبقاو ماشيين عليها ان شاء الله رمضان كامل. ولا متعطل عليكم الدراري نبداو ليتس جو. ناسي في المغرب يا سير دابا التحاليل لانه السيد منتشر بزاف. بلاتي 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 علاش هذا كيطلع لي ان اول فيديو؟ علاش 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 يا عباد الله علاش؟ في خباركم دابا انا كنشبر فيديو كنبدا غنطلع من ازيرو فهمتوا بالله، يعني اللي تحط في المقله كيتقلى فهمتوا بالله. شوف هاد البلان شنو واقع. الناس في المغرب سيروا دابا التحاليل لانه السيده منتشره بزاف عندكم. هي بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، انا اللي تنهضر معكم عاونت 18 بين متحول وبين جاي عادي، قطعت لهم التذكره يرجعوا لبلادهم لانه فيهم مرض الايدز، لانه هنا تركيا ما كانش ياك يا ولد القحبه ياك يا مسوس الزك. الناس كيصيفطوا العمله الصعبه، كيصيفطوا والدهم للحج، كيصيفطوا خونا غيهرمني على الصاط، كيصيفط لنا باعه ديال الزوامل فحاك بالسيده ديالهم، قالك مقطع لهم الطياره والله يجيب لي قطع ليك زكك بالمنشار ديال الضو. يا ولد القحبه هذا عدو الوطن، هذا باش يعطي الاسماء يشدوهم بزاف بغى يدمر ولد القحبه البلاد حيت ما كيدخلهاش بغى يدمرها. غنقول لكم واحد القضيه، هادشي كامل اللي قال راه ما كاين فيه والو، كله كذوب في كذوب، هادشي كله كذوب، هادشي حيت بقى فيه الحال ما كيدخلش للبلاد. يا السيده اللي فيك نتايا، راه السيده قديمه فيك السيده هي وولادها. هربني هربني عاد زدتي قوتي على كرك، يا الله لا شتي البلاد ولا دفنتي في المغرب، يا الله يدفنوا القحبه دمك في تركيا حدا مولا باني. هربني ولد العبد. ناسي في المغرب. شوف شوف باش نكونوا واضحين الدراري، الله يحفظ هادشي اللي غنقولو، كتسناو مني شي حاجه؟ لا لا، غنقول الله يحفظ وصافي. فهمت اصلا بلا ما يهضر خونا هذا، راه هادشي هذا راه ديجا حنا عارفينو فهمتوا بالله، فهمتوا بالله، يعني هادشي اصلا ديجا حنا شانزيد، يعني صافي هادشي ديجا معروف، غا الله يحفظ الله يدينا في الضو، هادشي اللي غنقولو الدراري. ولكن داك خونا عرفني ولد العبد. انت ليك على فينيسيوس جانيور، جا عندنا خو ديال المغرب جا لمراكش تيلعب الكاوره مع الدراري. الكاوره انا ولا الظروف وما يلعبش معاك نايد ما يتواضعش. واشوت جانيور قلت لك تيلعب مع المدريد، شو خو ديال جا تيلعب معاك دص، هادو الملاعبين في الدص واش تخرجوا علينا؟ وانتم السيد راه خاصك تلعب به في القطن، تيمشي غيتفدع وديك السبعه الصغيره يتقاس، كيف دير يتعوض ليك كيف دير لي، واخا تشد الكوليج تبيعيه طاويلاتو جنونات. ولا خويا التواضع، شوف فريمون تبارك الله عليك فينيسيوس، انسان متواضع، شو الطوينغا تاع خويا ويضحكوا تفرفش معاك يا دي جانيور. ترى واحد صاحبي تقول لي جي نلعبوا في الدص، يقول لك لا خويا انا ما كان سانتيتيك، ما اش من سانتيتيك قاد رجليك تا كون لك مش كاودر. شوف جانيور خويا. ولكن الدراري واحد الحاجه اخرى خصكم تعرفوها، ابار هادشي هذا هو جونيور، قول لي شي ملاعب ديال البطوله غيمشي جوج في مدرسه وي، حتى الا مشى لشي مدرسه شنو غيدير معاه؟ تصويره اش بار شي شي واحد بحال هكا اجي اخر من هنا فهمتوا بلان، يعني حتى اللاعب ولا غيلعب معاه ولا شي بلان ما عرفتش علاش سبحان الله فهمت. وابار ماشي زعما انا كنبغي نقول مثلا كنطيح من اللعابه ديال اصلا فهمتوا اللاعب ديال البطوله راه عاطي الخبر، يعني انا ما كنبغيش نبين بلي انا غنطيح من اللاعب ديال البطوله فهمت، باش تحسب لي في طهري يعني. لا كنهضر لوجيك فينيسيوس فهمت، كما قال خونا غيتقص غيبيعوا المدرسة المغرب كامل باش غيعوضوا له ديك البنه اللي مشات فهمتوا بلان، يعني اخر في البطوله والله ما يوقف معك برا فهمتوا كيف عبدي خد التواضيعات لابس تريويل تحل في عليها دايز تلعب معنا كاوراق خد شنو نقول لك واش جونيور وفاش جيتي راه جيتي تلعبي معنا في الدوري ديال رمضان راه قريب ان شاء الله ورجعي تلعبي وتشوف اخويا كلاسيكو تا ما كان لا راه وخلا اللي جاب لي مين هاد الزيني اترجع لمدريد هز رجليك في ميكا راه ما كاين لا برازيل ولا تاع
واخذت مدد الزوس كاينه هاد اللعيبه رمضان اوف سلاح انا خويا احنا مثلا الزول سلاح لمضه احسن سلاح هو الرضا فينيسيو فينيسيو انا خويا يبقاو في دوك الناس اللي غيجيبوا هاد الحصه تخيل معايا يجي عندك صاحبك يقول الحصه اللي غيجيبتي فيها جابوا لنا فيها فينيسيوس جانيور هذه ما كايناش كاع كاين في البلي وما كاينش عطيني ما تصرطش ليك ما عندك خويا ما ديري الحياه في راسك ضيعتي عطيني فرصه حياتك هادي تبارك لك فينيسيوس جانيور انت ليك على فينيسيوس جانيور ماشي جونيور جونيور شان جونيور انا معنا حق الرب اتوصح فرصه كتجيها مره واحده ياري هادو الدراري شكل هادشي هذا رجع كيطلع لي بزاف ما عرفتش علاش كنكون مسركل هكا في الرالز كنشوف بزاف ديال لي رز رجعوا كيطلعوا لي بحال هيدا وتش ما فهمتوش عباد الله ديال اين ناس شكون الدوله هذه اللي عندها تشطيح الدريات عندهم الزيف واش هادشي مضحك زعما كارمون يا دراري عرفتوا انا فين كنبقى نشوف بزاف كنشوف الملامح ديال الوجوه ديالو مش فهمتوا بلان كيف كيكون راه كيهرب ميمكنش وعاد داك الحركات مع داك الملامح حتى راه ميمكنش حق يا شوف كل واحد والتقاليد ديالو الدراري غا هو في سيستم جا مضحك وصافي راه انا وكنضحك على راسي بقى غا بنات ترى عادي هادشي ايزي صاحبي حق الله راه ما تما والو طلقات سرح طلقتني واحد الحاجه في راسي علاش ملي كتوقع واحد الحاجه لواحد الانسان ما عنده حتى شي علاقه بالميديا وكذا التويجيات ما كيهضر عليه حتى شي واحد وفاش كتوقع لشي واحد عنده علاقه بالميديا ومشهور وكذا وعنده موجه كيتسمى اللي غير كبل عليها اخونا في الله وكذا كينوض يهضر عليها كلشي وكيرجعوا ديك القضيه راي عام الله يحفظ مع الله يستر بحال القضيه ديال المغنيه واحد كيقول له ولا ما هضرت حتى فينا شنو بان لك في القضيه وكذا هادي تبصح هاد الهضره تبصح هاد الهضره هادي تبصح كاينه كتعرفوا شحال ميساج وصلني اوزي طلعنا داك القضيه ديال داك المغني داك المغنيه اللي تقتل الراجل ديال دوينا عليه دوينا على داك البلا دوينا على داك البلا دوينا شوف داكشي هذاك راه فهمتي داكشي هذاك راه حنا كنتعايشوا معاه مره ثانيه وانا كنقول لك هذا البلا هذا كنتعايشوا معاه داكشي هذاك مقود فهمتي راه كانت وقعت شي لعيبه في سيطوان فهمتي شي واحد خلاف اخرين فهمتي داك الكلاطه شنو كتقولوا له داك الكلاطه ديال الصيد فهمتوا بلا صافي الدراري راه شي هذا كنشوفو حنا ماكفس وعيشنا ماكفس فهمتي ماشي مثلا انت غتوقع مثلا كفنانه عاد انا غندير راه هيدا ديال الفيديو سطون فهمتي بلان يعني عليها فريمون مبغيتش ندوي عليها ومبغيتش نطلعها زعما كفيديو ولا شي حاجه على حق صافي فهمت مات الله يرحمه هذا اللي عندنا ما نقولو فهمتي دعوا معاه بالرحمه اما شي حاجه اخرى الدراري راه معنا ما نقول مزيان مزيان طلع الفيديو حنا داكشي كنعيشوه كل نهار يوميا كتسمع شي هضره كتتوجيه غير في الحومه ديالك اخر مع مراته اخر مع بنته اخر مع ولدو جوج الخوت مع بعضهم كوارث عطا الله صح راه الا جينا نصورو نبقاو نشوفو داكشي هذاك راه ما غنسكتوش وما غنتهدنوش يا صاحبي ما غنساليش الاحسن اخوتي داكشي هذاك في الواقع صح يتطبق صح ما بقاوش حنا عايده واو لوك 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 ملي تجي للواقع حجبر بنادم خاوي مع راسو يخاف يرجع ما تطرس والله العظيم برب منه مع داد هادو صح فيهم لوك 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 غير مورا السلوكه ما تجيبهم في الواقع ولا شي حاجه اقسم بالرب الاله لا يتحرك ساكنا اخي كاينه الله يحفظ مع الله يستر طاتني واحد الحاجه في راسي لا 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 هذه الهضره بلوجيك فهمتي هذه الهضره هذه كاينه الدراري لحقاش هادشي هذا راه حنا ديجا ديما كنتعايشوا معاه زعما ماشي اول مره ولا شي بلان ولا راه هادشي ديما لازم عندنا نديروا شي زبل راه هادشي الدراري ديما طلعنا في راسنا كاع فهمتوا بلان وحاجه اخرى عجبني الدري هذا فاش دوى على هذا الموضوع هذا بهذه الشفافيه يعني كلامه واضح ما تحتاجش مثلا شي حاجه باش تعرفوها راه فهمتي كيبان الدري باقي صغير
يعني باش ما تقولش الجينيراسيون هادي راه عقلها خاوي عقلها فيها غا تسكي وفات، راه الليمبلي الله يعفو عليه فهمت، الليمبلي الله يعفو عليه، غا هو بنادم كاين لي فريمون صغير وعقلو فاتح فهمت. دابا الجبار الناس كبارين عباد الله داخليني مكرهوش وما يعدلو فيديوز على هادشي هذا ولا يدخلوا يدويو على هادشي هذا ولا كاين لي فريمون ناس كبارين يدويو على هادشي هذا، كتجبر اخر باقي صغير فهمت شو على هضره دخل لك فهادشي. يلا شكون اللي معقل، واش حنا ولا فهمتي بلان؟ وهادي ماشي واحد المقارنه الدراري، راه كنجاوب على داك الناس اللي كيقولوا فهمتي، حيت فريمون كاين شي ناس كبارين كيشوف اخر دري باقي جون ما كيحملوش، علاش ما عرفتش علاش هادشي رجع في المغرب، هادشي راه كاين ما عرفتش علاش الدراري لحقاش كيقول لك هاد لي جون دابا راه عقلهم خاوي ما شاركش معاهم حتى السلام، جبروا السطر مطور عليك فهمتي. وهادشي هذا غير مؤخرا راه لاحظت له البلانه علاه بغيت المهم بحال نقول لك جاتني الفرصه فين ندخلو في الفيديو فهمتوا بلان، راه الله يحسن العون وصاف. وما دابا راه رجال كبار حاشاك رجعوا فيهم واحد الكبت اكثر من الدراري صغار، هادي ما كاينش اللي ما شافهاش مؤخرا، مؤخرا زعما غير فهاد العامين الاخر ما كاينش اللي ما شافهاش، ما كاينش اللي ما شافهاش راجل كبير حاشاكم كيتزلط على دريه صغير حاشاكم. المهم الدراري كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو، اتمنى تابوناو وديروا جيم الدراري. يلا خليكم دابا بيس، فيديو تاني ان شاء الله انا معكم.